10 دروس كان نفسي اكون اتعلمتهم وانا في العشرينات. اهلا، انتوا عارفين ان انا عندي 34 سنه؟ بليز اقعدوا تصدموا في الكومنتس واقعدوا قولوا ايه ده مش باين عليكي خالص وايه الصدمه دي وحاجات كده، عشان بنبسط من الحاجات دي. بس الواقع هو ان انا عندي 34 سنه، وان انا من فتره كنت بفكر في الحاجات اللي كان نفسي اتعلمها وانا في العشرينات. مفيش ندم طبعا، خلاص كل حاجه بتحصل في الوقت المناسب وكل واحد عنده رحلته، بس حسيت يعني كانوا هيفرقوا معايا بصراحه. فلو في حد بيمر بنفس الرحلة اللي أنا كنت بمر بيها وأنا في العشرينات، هتبقى حاجة كويسة إن هما يعرفوا حد من المستقبل كده بيفكر إزاي في الفترة دي من حياته. فقلت أقولها لكم في الفيديو ده. مش كل الناس بتمر بنفس الحاجة، فمش شرط يكون الكلام الدروس اللي أنا هقولها لكم دي أصلاً أنتم محتاجينها، بس لو حد شبهي شوية اسمعوا بقى الكلام ده علشان ما ترجعوش تقولوا يا ريتني في الثلاثينات. اول حاجه يا ايمان، الفلوس مش حاجه وحشه. مش عارفه ليه كان دايما اول ما اتخرجت كده عندي شعور بان انا يعني مش فارق معايا الفلوس، مش مهم اشتغل شغلانه بتقبض فلوس على قد ما المهم اشتغل شغلانه ليها معنى وليها تاثير، وده كلام كويس جدا. بس من كتر ما الفكره دي كانت مسيطره على دماغي، انا فعلا بقيت بحبش اتكلم في الفلوس، بكسف اتكلم في الفلوس، ما علمتش نفسي عن التعامل يعني بالفلوس وازاي انا مفروض يكون اقيم نفسي واقيم شغلي ووقتي بطريقه مناسبه يعني فلوس وايز يعني. والموضوع ده عماله سنه ورا سنه ورا سنه بكبر وبشتغل شغلانات مختلفه وعماله باجي على نفسي وباخد مرتبات اقل من المفروض اخدها وما بطلبش بحقي لاني مش مركزه في الموضوع ده. النهارده انا حتى لسه عندي صعوبه في الكلام في الفلوس لاني ما عودتش نفسي على ده. فلو انا عايزه اقول لنفسي حاجه او اقول لحد في العشرينات يعني على الموضوع ده حاجه، هقول له اقرا كتب عن الفلوس وافهم قيمتك وقيمه وقتك وشغلانتك دي المفروض تستاهل فلوس عليها قد ايه. وعادي مفيش مشكله، مش عيب ولا غلط ولا شر اصلا انك تكون من اهدافك ان انت تبني نفسك يعني وتكتر الدخل اللي بيدخل لك وتبقى عندك مستقبل كده عمال تخطط له ازاي هيكبر، فيهاش مشكله خالص. معرفش ليه انا كنت شايفه ان فيها مشكله زمان، فلو انتوا شايفين انها فيها مشكله او ما بتعرفوش تتكلموا في الفلوس من دلوقتي، ده وقت ان انتوا تتعلموا ازاي تعملوا ده، يلا اعملوا كده. تاني حاجة كان نفسي اعلمها لنفسي في العشرينات، يعني بليز اقري اكتر بكتير. انا كنت بقرا وطول عمري بحب القرايه من وانا حتى في المدرسه، بس ما كنتش بقرا كتير كفايه، وبالذات في العشرينات كنت فاكره ان انا ما عنديش وقت ان انا اقرا. بس اكتشفت يعني ايه بجد تكون مش عندك وقت. ومع ذلك بقيت بحط القرايه جزء اساسي من يومي كده كده، او مش من يومي اتليست من اسبوعي، وبتفرق قوي. فبتخيل لو انا كنت من الاول بقرا اكتر وكتب اكتر اتعلمت منها حاجات اكتر كانت هتفرق معايا جدا. فدلوقتي برضو احب اقول لاي حد في العشرينات، بليز يا جماعه انتوا صدقوني عندكم وقت. هو خدعه، فكره ان ما عندكمش وقت دي خدعه. خدوا معاكم دايما كتاب ديجيتال على موبايل او على تابلت، او لو عندكم كيندل يكون معاكم في اي حته مستنيين اي حاجه، بدل ما تطلعوا الموبايل وتقعدوا تبصوا على السوشيال ميديا. بجد اقروا، فعلا الكتب بتفرق قوي. تالت درس، ودي حاجه مهمه قوي يا ايمان، هو ان حضرتك مش غريبه ولا حاجه، انت بس السوشيال سيركل اللي حواليكي او المجتمع اللي حواليكي مش شبهك، بس في ناس تانية شبهك ممكن تقعدي تدوري لغايه لما تلاقيهم. او حتى مش لازم تقعدي تدوري من بره، دوري من جواكي انت الاول. افهمي نفسك، افهمي ايه الاختلاف اللي فيكي، مبني على مبادئ شكلها عامل ازاي، معتقدات عامله ازاي، احلام شكلها عامل ايه. مش لازم تبقي شبه اللي حواليكي. انا ضيعت وقت كتير قوي عشان كنت بحاول ابقى شبه الناس التانية، عشان مش عشان فارق معايا ان انا عاجبهم، على قد ما انا كنت فاكره ان ده العادي وان انا مش عاديه وان انا لازم اكون عاديه، ودي حاجه بجد رخمه جدا. فما تضيعوش وقتكم في ان انتوا تكونوا شبه الناس التانيه، وترجعوا تقولوا يا ريتني كنت نفسي، يا ريتني اشتغلت على الحاجه اللي انا كنت مختلف او مختلفه فيها، عشان كان زماني دلوقتي عايشه بيها جامد قوي وناجحه فيها جدا. وعشان تعملوا ده برضو، وده جزء من نفس الدرس، هو ان انتوا تخرجوا بره دايره الراحه بتاعتكم، مش عشان انتوا متعودين على حياه معينه، ناس معينه، توقعات معينه، يبقى تعيشوا الحياه دي وخلاص. لا، عادي اخرجوا بره الدايره دي، شوفوا ناس ما تعرفوهمش، جربوا حاجه جديده. وصدقوني كل مرة تعملوا حاجة بتخوفكم هتخليكم أقوى، هتخليكم عارفين نفسكم وفاهمين نفسكم أكتر، وهتقربكم أكتر من إن انتوا توصلوا للحاجة فعلا اللي بتخليكم متميزين. رابع درس، وده مبني على الدرس اللي قبله شوية، هو إن أنا كان لازم يكون عندي هدف بتاعي أنا بس، مش برضو أكون ماشية مع توقعات الحواليا. يمكن ما عنديش ثقة في نفسي، أنا مش عارفة هو مبني على إيه أو ليه
ما كانش عندي هدف، بس ما كنتش يعني كانت احلامي بسيطه قوي. اكتشفت دلوقتي انه لا، انا كان ممكن احلم حاجات اكبر من كده بكتير قوي، كان ممكن يبقى عندي طموحات اعلى من كده بكتير قوي، وكان عندي العشرينات كلها اقعد اشتغل عليها. حتى لو فشلت عادي هفشل وهجرب تاني، وحتى لو غيرت هدفي هغيره واخد هدف تاني، بس لازم يكون دايما عندي نظرة للقدام، لقدام انا عايزة ابقى ايه وعايزة اعمل ايه وعايزة احقق ايه واشتغل عليه. خامس درس، وده درس لازم كلنا نتعلمه وهنفضل نتعلمه طول عمرنا، هو اختاري المعارك بتاعتك. يعني ايه؟ كتير كنت بحرق دمي على حاجات ما تستاهلش، كنت بقعد ازعل من الناس على حاجات والله هتتنسي بعد سنة مش اكتر او يمكن شهور. فعلا اعصابنا وصحتنا ووقتنا مهم قوي قوي، فلازم نقدره ونعرف ايه الحاجة اللي تستاهل نحرق دمنا عليها، ايه الحاجة اللي تستاهل ان احنا نقعد نضيع وقت بقى ونروح وناخد وندي فيها، وايه الحاجة اللي خلاص يا عم عديها في حاجات اهم منها. دي مهمة قوي قوي قوي. سادس درس، وده بعد بقى ما اتجوزت، اكبري بطريقة مستقلة عن جوزك. انا كمان اتجوزت صغيرة، فاي حد متجوز صغير دي هتبقى بالنسبة له ريليتابل قوي. احنا عشان اتجوزنا صغيرين فاحنا الاثنين لسه في اوائل العشرينات وبنكتشف نفسنا وبنكتشف حياتنا وكارير ومستقبل وحاجات دي كلها. فانا غصب عني كنت يعني ايه ماشيه مع جوزي كده، جوزي ده هو بتكون شخصيته بالطريقه دي فانا بتكون معاه، ودي حاجه غلط. مش لازم نكون شبه بعض على فكره، مش لازم خالص. يعني جينا بعد كده اكتشفت ايه ده، انا مش عايز اعمل كده على فكره، انا عايز اعمل ده. اكتشفت انه كان عادي من الاول ان انا اكبر بطريقه مستقله والاقي حياه مختلفه ولايف ستايل مختلف، وهو كمان يكون عنده الحاجه المختلفه دي، وهنتقابل في النص، وساعات هبقى معاه وساعات هو هيبقى معايا. بس يعني الموضوع خدني وقت طويل قوي قوي قوي، بس تمام. المهم ان انا بنصحكم برضو لاي حد متجوز وهو صغير يفكر بالطريقه دي، عادي بحب جوزي وكل حاجه، بس هو مش لازم ابقى شبهه، مش لازم احقق صحابه وصحابي، مش لازم كل ده، ممكن كل واحد عنده سكته وهنتقابل عادي جدا. سابع درس، وده بقى درس خاص ليا انا ولحد بشخصيتي لو عنده احلام شبه احلامي شويه، افتحي يوتيوب شانل، يلا مستنيه ايه؟ يعني انا قعدت طول عمري نفسي امثل ونفسي اغني، واحب اكتب اغاني جدا وبكتب اغاني اوريدي، واحب المزيكا واحب اكتب حكايات واحكي حكايات. طب يعني ما هو يوتيوب كان معمول بقاله كام، بقاله كتير قوي قوي قوي. كنت دايما واقعد اتفرج على يوتيوب شانلز لناس واقعد اقول يعني حلو الموضوع ده، بس برضو نرجع نقول يمكن ما كانش عندي ثقه في نفسي ساعتها، يمكن ما كانش عندي هدف فما كنتش حاسه انه ايه ده، طب ده بقى بيقابل هدفي، او ده ممكن يكون هو ده الهدف، ماشية كده اليوم بيومه وخلاص. فالنهارده انا فتحت يوتيوب شانل، لو كنت عملتها من ساعتها كانت هتفرق جدا، او ما كانش وقتها طبعا بالنسبه لي زي ما قلت لكم كل حاجه ليها وقتها وكل حاجه. بس يعني لو عندك فكره حققها روح اعملها على طول، ما تستناش كتير، تقدروا تعملوها عادي. تمام يلا بينا. تامن درس، هو عادي ان حد يساعدك. جوزت بدري، خلفت بدري، وكنت عايزه اعمل كل حاجه وعايزه اعمل كل حاجه صح قوي ولوحدي. طبعا الموضوع ده اثر على نفسيتي جدا جدا، بقيت على طول عصبيه جدا، على طول متوتره جدا، ما كنتش مستمتعه بوقتي ولا حياتي، مع ان عادي الموضوع بسيط، لازم اهدى، مفيش حد هيعمل كل حاجه بيرفكت، هنحاول وهنفضل نحاول، بس لازم دايما يكون في مشاركه معانا. عادي ان يبقى معايا مساعده، عادي ان انا حد من اهلي يساعدني، ما اقعدش افكر ازاي هم ولادي هيعملوا لهم زي ما انا بحب اعمل لهم، مش لازم، عادي كفايه توتر، يعني خلوا الدنيا تبقى سلسه اكتر من كده. الموضوع ده بيأثر جدا على الحاله النفسيه للام او للبنت يعني اللي بتتجوز بدري وبتخلف بدري، وبيأثر على علاقتها بجوزها كمان. فطبعا هنا في حاجتين، يعني في درسين بقى ليكوا عايزه اقوله لكم. اولا للبنات، لا يعني حياتكم يعني عشان ولادكم اصلا محتاجين ان انتوا تهتموا بنفسكم، وفي حب الذات شويه كده تهتموا عندكم السبيس بتاعكم، وتعتمدوا على ناس تانية تساعدكم، ويكون في وقت ليكم لوحدكم، ويكون وقت ليكم مع اجوازكم، ليكم مع صحابكم، عشان ما تجوش فجاه تلاقوا ايه ده مفيش سوشيال لايف، انا اصحابي خلاص اختفوا من حياتي، وانا وجوزي بقالنا كتير ما بنتكلمش مع بعض ومش فاهمين بعض اصلا خلاص. فدي اول حاجه بجد من ناحيه البنات لازم تبداوا مفكرين فيها. تاني حاجه بقى دي ناحيه الرجاله اللي متجوزين برضو بدري، ان ما تجوش بعد 10 سنين تلاقوا ايه ده الستات نكديه ومتوترين، لا لازم تعرفوا من الاول انتوا لازم تبقوا جزء كبير جدا من ان هم حياتهم تبقى سهله ومتيسره، عشان يكبروا هم كمان وهم رايقين زيكم كده. تاسع درس،
وهو شويه ليه علاقه باول درس اتكلمت فيه خالص ليه علاقه بالفلوس، اعملي فكره بيزنس اللي اتعلمته لما بدات اقرا بقى كتب عن ازاي الواحد يعمل فلوس وازاي يكبر من دخله ويخطط لمستقبله والحاجات دي. اكتشفت ان طبعا 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 اكتر حاجه ناجحه هي ان انت تكون عندك فكره بيزنس، ان انت تكوني بادئه انت حاجه من نفسك، ما تكونيش بس تشتغلي عند حد. علشان طول ما تشتغل عند حد او تشتغلي عند حد، طول ما في الاخر سقف كده مش هنعدي خالص خالص خالص، مش هيبقى عندك الفلكسبيليتي انك تعيش حياتك بالشكل اللي انت عايزها، تسافر وقت ما تسافر او تاخد اجازه لما تكون عايز تاخد اجازه. وقتي بتاعي، فده مش هيجي طول ما انتوا شغالين مع حد او عند حد، ده هيجي لما تكونوا انتوا عندكم شغلكم الخاص. فدي كانت حاجه برضو نفسي من وانا في العشرينات افكر فيها. اخر حاجه بقى هي سافري اكتر. طول عمري بقول انا بحب السفر بس ما بسافرش كتير، يعني سافرت الحمد لله ما اقدرش اشتكي، بس يعني لو على قد ما انا بحب السفر لو كنت فعلا سافرت كان زماني سافرت كتير قوي قوي قوي، وكان زماني لفيت العالم كله. برضو يعني كان هيبقى احسن لو عملت ده قبل ما اتجوز وقبل ما اخلف، بس يعني حتى بعد ما خلفت كان ممكن اعمل ده، بس انا كنت دايما بتلكك انه اصل انا مركزه في الشغل، اصل انا لسه متجوزه بنظبط البيت، اصل انا لسه مخلفه لما بقى الولاد يكبروا. فكل شويه بدي نفسي حاجه سبب انه انا ما بسافرش، ماني فعلا بحب السفر. النهارده يعني انا فعلا كان عندي هو كل العشرينات لا طبعا كان ممكن اسافر. فاحنا يعني خلاصه بقى، بما اني خلصت العشر دروس، خلاصه الدروس كلها هي دايما واحنا في العشرينات ساعات بنقعد ندي نفسنا اسباب مش حقيقيه. الاسباب دي بس بتوقفنا من ان احنا نوصل لحاجه عايزينها، او يعني بتخلينا نعمل حاجة احنا مش عايزين نعملها. بس لو احنا فكرنا هنلاقي فعلا انها كلها او معظمها حاجات مش حقيقية. يعني اتمنى ان يكون العشر دروس دول فارقين معاكم شوية، شبه حاجات كنتوا بتفكروا فيها، تساعدكم تاخدوا قرارات احسن شوية. وبس يعني مش في العشرينات بس، هو برضو انا في الثلاثينات بتعلم نفس الدروس دي دلوقتي فتمام، بس يعني لو انتوا في العشرينات ف بدري بدري احسن. anyways قولوا لي رايكم في الفيديو، واكتبوا لي في التعليقات كده انتم ايه اكتر حاجه حاسين انها كانت فرقت معاكم، وايه الحاجه اللي انتم كان نفسكم تتعلموها وانتم في العشرينات لو انتم في الثلاثينات. ويلا بينا اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي.